مرحبا، إذا كان عندك خبز بايت ما ترميه، منا نعمل طريقة كتير طيبة مع بعض من الخبز البايت. عندي بقدونس منعم بهيدا الشكل، ملعقة طعام زبدة، فلفل أسود وملح حسب الرغبة، وسبع حبات ثوم نعمتهم بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، حط المقادير كلها مع بعض. خلطهم منيح. بسم الله، طريقة جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة، تتقدم مع اللحمة مع الدجاج حسب الرغبة مثل مقبلات. بعملها بهيدي الطريقة. بسم الله، شفتوا كيف؟ هلأ بدهنهم كلهم بهيدا الشكل وبحطهم بفرن حامي من الأعلى فقط. هيدي الوصفة اللي عملتها أنا وياكم من الخبز البايت، كتير ريحة بتعقد وطيبة. هلأ بما أنه عملت أنا وياكم فيديو كتير صغير، رح أعمل أنا وياكم كمان فيديو نفس الشي صغير. كمان هيدا الفيديو من نوع المقبلات مع اللحمة بالفرن أو أي نوع لحمة، وكمان بينفع مع المقالي. عنا بندورة قطعتها بهيدا الشكل، حوالي 6 حبات ثوم نعمتن كمان بهيدا الشكل، رشة ملح، ربع ملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، عصير نص حامضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الحامض فوق الثوم، كمان الكمون والملح، بحركن منيح مع بعض. هيدي الصبح ابني طلب مني لعمله اياها مع الاكل. هولي نوعين المقبلات اللي عملتن انا وياكن اليوم، بالخبز البايت والبندورة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.